صباح الخير يا حلوين، النهاردة فيديو جديد هوريكم فيه ازاي نرسم منظر طبيعي. لو حبيتوا الفيديو ده متنسوش تضغطوا على اللايك وكمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان فيه فيديو جديد كل اسبوع. وبس كده يلا نبدأ. كل اللي احنا هنحتاجه، هنحتاج طبعا ورق والوان مائية، وهنحتاج علبة فيها مية نظيفة، وهنحتاج شوية مناديل، وطبعا هنحتاج فرش. وبس كده أول حاجة هنعملها هنيجي بقلم رصاص تحت شوية ونقسم الورقة لنصين. النص اللي فوق ده هيكون للشكل الأساسي، والنص اللي تحت هيكون انعكاس الشكل على المية علشان هيكون فيه مية تحت. ودلوقتي هنيجي نكون الدرجات بتاعة المجرة. أول حاجة هنحتاجها هنحتاج لون كحلي غامق قوي مدي على أسود، فبنخلط اللون الأزرق واللون الأسود مع بعض علشان يدونا اللون الغامق قوي ده. وبعدين هنيجي ناخد لون أزرق بس علشان ندرج اللون الأسود ده للون الكحلي. كمان في جنب كده هنيجي نحط لون بنفسجي علشان برضو هنحتاجه للمجرة. مش ضروري لون بنفسجي، ممكن تحط لون فيروزي، احمر، اي حاجة. هو الاساسي بيكون الاسود والكحلي بس، انما اللون التالت ده تختاره براحتك. ودلوقتي ببخاخ كده هحط مية نظيفة على الورقة كلها علشان تساعدني ان الالوان تنتشر في الورقة بسرعة. وهنيجي دلوقتي على اللون الغامق قوي اللي احنا كوناه اول حاجة، وهبتدي انشره على الاطراف. التوزيع مش بيفرق قوي، ممكن توزع اللون باي طريقة تعجبك، بس عادة اللون الغامق زي ما اتفقنا بيكون على الطرف. وزي ما انتوا شايفين هو بينتشر بسرعة علشان احنا حطينا مية في الاول فساعدته ان هو ينتشر. بعدين ورا اللون الاسود هنيجي باللون الكحلي وبرضو نوزعه شوية في الورقة، كمان بشكل عشوائي، مفيش قوانين ولا حاجة للمجرة، تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها. برضو على الخط اللي احنا عملناه بالرصاص هبتدي احط لون علشان اقسم الورقة لجزئين. وبعدين جوه خالص في وسط الورقة هبتدي احط اللون البنفسجي. بعد كده هنبتدي بقى نلعب بالتلات الوان دول وندرجهم براحتنا ونحط اي حاجة احنا عايزينها. ممكن تشوف صور مجرات على جوجل لو ده هيساعدك في ان انت ترسمها بشكل كويس. انا صراحة بعملها بشكل عشوائي جدا، اي حاجة بتطلع معايا بتمشي عادي، مش مشكلة. المهم هتقعد تدرج الحاجات دي وتلعب بالألوان شوية. ممكن برضو لو في منطقة غمقت منك قوي وحابب تفتحها تيجي كده بمنديل نظيف وتبتدي تمسح المنطقة دي. طول ما الورقة لسه ما نشفتش تقدر تمسح وتحط ألوان براحتك. المهم هنبتدي نلعب بالألوان ونوزع الدرجات براحتنا لحد ما شكل المجرة يعجبنا في الآخر. وبعد كده هنسيب الورقة تنشف تماما علشان ما ينفعش نحط أي طبقة إلا لما الطبقة الأولى تنشف. بعد ما المجرة نشفت تماما زي ما احنا شايفين هنيجي دلوقتي بلون ابيض
ونبتدي نعمل تأثير التناسر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في فيديوهات تانية. هسيب لكم الفيديو بتاع ازاي نعمل تأثير التناسر بالتفصيل في صندوق الوصف. بس عموما على السريع كده، احنا بيبقى معانا فرشتين، فرشة فيها اللون الابيض وفرشة ما فيهاش حاجة، لكن هنبتدي نخبط الفرشة اللي فيها اللون الابيض بالفرشة التانية. تمام، كل ما خبطنا اكتر هينزل لون ابيض اكتر وهتبان ان في نجوم في السماء. ولما نحس ان في نجوم كفاية هنسيب برضو طبقة النجوم دي تنشف تماما. وده كده شكل المجرة بتاعتنا بعد ما كل حاجة نشفت. اخر حاجة دلوقتي هنعملها اننا هنيجي باللون الاسود وهنبتدي نعمل خط اوكي من هنا، وفوق الخط ده هنبتدي نطلع بشوية شجر. مش ضروري تعمل شجر شكله حلو تماما، بس كده مجرد الظل بتاع الشجر بس عشان يدينا ايحاء ان في شجر هنا. بنوزع الشجر براحتنا، يعني بنحطه في اي حتة تعجبنا. وهنضلنا نعمل الشجر ده لحد ما نخلص الصف كله. اخر حاجة خالص هنعملها هنيجي دلوقتي باللون الاسود وهنبتدي نحط الظل بتاع الشجر تحت. المفروض ان ده بحر والشجر منزل انعكاس على البحر، فهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. بس اول حاجة بعملها ان انا بخفف الحتة دي شوية بمية نظيفة علشان ما يكونش كده خط جامد ويبين ان هو متحدد. بعدين زي ما اتفقنا هننزل بمية اللون وهنعمل انعكاس الشجر تحت اوكي، وبعمل فيه خطوط كده علشان ابين الموج بتاع المية.
وبس كده، هذا كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون مفيد وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.